القانون هذا عبارة يسرقك جارك بالفلاكي تقول له يا جاري سامحني. تونس شعب لا حكومة، تونس شعب لا حكومة، ضد الهجمة الدستورية، ضد الهجمة الدستورية. أقول ما زلنا على العهد، الثورة قد تأكل أبنائها في مرحلة من المراحل، ولكنها من أين بدأت تعود؟ من أين بدأت تعود؟ احذروا، من صنعوا الثورة هم قنابل موقوتة، ما هيش تهديدات اللي قالوا عليها انه في شارع الحبيب بورقيبة بس تكون سيارات مفخة بس ما يعملوش تحرك. اليوم هاهو اليوم الشعب التونسي في جربة في تونس وصفاقس وعديد الولايات يلقن هذه الحكومة، حكومة الائتلاف الطبقي الرجعي العميل، يلقنها درسا. ضحايا الشقاء يا ضحايا الفساد، يا عم الفساد جميع البلاد، يا عم الفساد جميع البلاد. فماذا نقول وماذا نريد؟ فماذا نقول وماذا نريد؟ نريد حياة بلا فاسدين، نريد حياة بلا فاسدين. عمره ما صار في أقوى الأنظمة الرأسمالية وأنظمة الإنتاج أنه يصير قانون بعد ثورة بين ظفرين يرجع السرق ويعطيه شمعة في يده ويعطيه قانون ويقول له سامحني باسم العدالة وباسم الثورة وباسم المساواة. المحاسبة استحقاق يا عصابة السراق. بعد الثورة باش تعمل قانون باش تنظم الشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية. أنت مستني من عباد سارقة باش تعمل لك تنمية، معناها هو سارق استنى فيه باش يعمل لك تنمية. شادي شادي ماناش نسامحك. واليوم نعتبر أن مرحلة مفصلية عن عرش كبيرة، يا إما أن نسقط هذا القانون ونحرر أبناء شعبنا ونساهم في إتمام مجال الثورة، وإلا فإنه سيقع نصف هذه المكاسب والتي من أهمها حرية التعبير وحرية التظاهر. إيش تحاسب وتعدى على المحكمة وعلى رأسي وعيني، يعديك القضاء مرحبا بيك مواطن كيفي كيفك، ما عداكش القضاء كيما ولد الشعب اللي يسرق 20,000، كيما اللي يسرق 20 مليار، قانون واحد والحبس واحد. الثورة هذه قامت من أجل شغل وحرية وأرض وسيادة وطنية وكرامة، من أجل فئات الكل تلقى حقها، ما ثماش قانون على قياس فلان وفلتان. صحقا صحقا للرجعية، سيطرة وخوين جية. كلمة مصالحة هاكي جست يحطوا لك في التلفزة كلمة مصالحة واللي يصدروها كلمة مصالحة، ما فماش واحد قلبه أكحل يعني فهمتني على الآخر باش فهمت العملية. الناس هذو أنت تقولي مثلا يحلوا باش يعملوا التنمية باش مثلا يخدموا وكل بطالة وغيره، كان الناس هذو كان الناس هذو كان الناس هذو جت عندهم الأفكار هذو أول عباد الله احنا نمشي نقولوا مرانا معاك نتصالحوا أمورنا معاك. أما الناس هذو لا ما يهمهمش فيك أنت تخدم في أوتيل احنا نخدم في جربة سيزوني ولا تخدم مدرسة ولا غير ماهوش فيك. الباجي قائد السبسي قائد الفساد يحب يفرض قانون يفرضه في داره وفي قصره وعلى شلته من جماعته. قانون هذا ما يتعداش بالدم باللي تحب ولدهم الشارع علينا. الحاكم يحب يقف في صف الشعب يسمي روحه أمن جمهوري مرحبا، يحب يقف ضد الشعب احنا ما نخافوش. أوفياء أوفياء والمصالحة في القضاء. الشعب فت فت وطرابلسية جدد، الشعب فت فت وطرابلسية جدد. القانون ما فيش دي زيكسيبسيون ليه ولدي بن علي سامحوه وكهو 500 عبد مات وبلاد تشردت وبلاد 23 سنة حتى تطور معه رجعوا ليه قانونية ليودي في المنطقة متاعه هو بن علي مش معه بن علي كل يدخل ليه مش تعمل لهم قانون يشملهم هو يرجع الفلوس الفلوس ما يش بترجع ما لا يمشي على روحه يا حابس يا عش من فيه لكن بعضها فهمتي في البلاد هنا تبقى أنت ونبقى أنا ويبقى ولد الشعب أما هم يقطعوا جزء معه أنا مش ندافع عليه احنا التراب هذين عيشوا فيهم أنا مش ندافع على واحد كما هذا باركونتر هم معاملهم مجرد رقعة جغرافية بس يعملوها فهمتي استثمار كلمات الرفيق شكري بالعيد قال ونقول على عهده سنلاحقهم ونحاكمهم ونحاسبهم ونحن زاد نقولوا سنلاحقكم ونحاكمكم ونحاسبكم.